الأفريقية ورؤيتك لمستوى المنافسين والمنافسين في الدوري في البطولة المحلية تمام. هذا الموسم. أحمد حجازي بعد ما تكررت إصاباته، كانت إصابات أيضا مؤثرة جدا، قدر يرجع بقوة فنيا وبدنيا وقدر يوصل لأعلى مستوى في مشواره كلاعب ويحترف في دوري من أقوى الدوريات في العالم. هل ده بيحفز رامي ربيعة وبيخليك يعني شايف القصة دي ممكن تشجعك أنك ترجع بقوة على وكمان حلم الاحتراف في أوروبا كمان في الفترة الجاية؟ الاحتراف ده يعني حق كل لاعب، يعني انا مش شايف ان هو غلط في لاي لاعب، او ان هو ده يبين ان انا بقلل من قيمه النادي الاهلي او حبي للنادي الاهلي، او لا يعني، انتمائك او للنادي. انتمائي للنادي الاهلي. احتراف بره مصر اه طبعا دي حاجه تفيد المنتخب وتفيد بلدك، وتبقى خطوه زي ما شاء الله النني ومحمد صلاح وكوكا، يعني ببارك له طبعا ان هو انتقل للنادي، راح نادي اولمبياكوس في اليونان، اولمبياكوس واحد من بالظبط. اشهر انديه اليونان، وطبعا النادي له اسمه في فكل البطولات ده بيفيد الاوروبيه. النادي، بيفيد المنتخب. فالاحتراف بالنسبه لي انا اه يعني انا شايف ان هو من حقي، بس يعني دلوقتي في حاجات مهمه للنادي الاهلي، في امم افريقيا لسه، يعني قصدي البطوله الافريقيه للنادي الاهلي محتاجين نركز فيها، لان بقى لها كتير غايب عن النادي الاهلي. فالواحد ما بيفكرش دلوقتي في اي احتراف، يعني اعمل حاجه للنادي اللي هو شالني كتير، بعد كده افكر في نفسي. عندك حلم الاحتراف في اوروبا بالظبط، يعني حتى لو مؤجل دلوقتي. بالظبط، هو اصله مش عيب يعني، بس دلوقتي في اولويات، هي بتتحسب بالاولويات. انت النادي محتاجك او محتاج سين من اللعيبه، فانت دلوقتي بتفكر في مصلحه النادي دلوقتي، وساعتها النادي لما يلاقيك انت بتقدره هو هيقدرك، يعني هي حاجه مش ايه الدوري اللي لو جات لك فرصه في يوم من الايام والاهلي فتح لك الطريق لده وقال احنا دايما النادي الاهلي فلسفه مجلس ادارته ان احنا بنبحث عن الافضل للاعب وللنادي بالظبط، هو ده في صفقه واحده وفي قرار واحد، هل لو جات لك الفرصه في وقت من الاوقات الاهلي وفر لك المناخ اللي يسمح لك بالاحتراف الخارجي وكان عندك عروض، ايه الدوري الاقرب اللي تتمنى تكون فيه؟ هو الانجليزي، يعني انا شايف ان هو اقوى دوري واحسن دوري، ودوري الناس كلها متابعاه، فده بالنسبه لي ده حاجه كويسه يعني، او ده بالنسبه لي التوب يعني. فالدوري الانجليزي ده انا شايفه احسن حاجه، بس زي ما قلت لك يعني انا ما بفكرش في الستيب دي غير لما احقق حاجه مع النادي الاهلي، اللي هي بطوله افريقيا اللي هي غايبه بقالها كتير، يعني انا نفسي اعملها. ده يعني هدفك، ده ده التارجت هدفي دلوقتي دلوقتي، المرحله او دي. تارجت اللعيبه دلوقتي كلها، اللعيبه دلوقتي تركز ان هي تعمل حاجه للنادي الاهلي، لان زي ما قلت لك النادي الاهلي مش هيربطك او مش هيكتفك ان لا انت طبعا تسافر. النادي الاهلي طول عمره ما بيديله بالعكس فرصه، بالعكس بالعكس بيقول بيساعد للاعب دايما بالظبط، استنى الفرصه المناسبه دي والعقد حقيقه دي المناسب حقيقه، لك كمان اللي فيه قيمتك فنيا ويساعدوك وماليا. بالظبط، ويودوك وانت واقف على رجلك، مش هاي. طب التجارب اللي فاتت سبورتنج لشبونه، لا دي المدير حظي الفني وحش ماركو فيها سيلفا، قوي. ايه اللي حصل او التجربه ليه ما وصلتش او ما حققتش النجاح اللي كان متوقع لك؟ هو المدرب ما بيحبناش يعني، حتى شيكابالا كان قبلي موجود، هو ما بيحبش شيكابالا ولا بيحبني، يعني هو اللي جايبنا رئيس النادي، يعني رئيس النادي هو اللي متعاقد معانا. فلما رحنا قابلنا مدرب، كان هو المدرب القديم كان مشي، فجي مدرب جديد هو مش ماركو حاببنا سيلفا هو اللي تولى بالظبط، كان الفريق ماركو بعد سيلفا، كده. فهو مش حاببنا ولا حابب شيكابالا ولا حاببني، فاللي هو انت ما استحاله تعمل حاجه واحد ما بيحبكش. طب سؤال، هل كان انطباعك وانطباع شيكابالا في الوقت ده لو كنت اتكلمت معاه، وممكن تعبر عن وجهة نظره طبعا لك تمام الحق في ده او لا، هل كان رؤية فنية من المدرب هو مش مقتنع بقدراتكم الفنية ولا أمر شخصي؟ لا لا، هي تبقى رؤية فنية، هي ما فيهاش ما فيهاش أمر حاجة شخصية، شخصي يعني هو ما بالظبط. كانش مقتنع لا لا لا، بقدراتكم. ملهاش أمر شخصي، يعني دي من وجهة نظري يعني، ما اتكلمناش، بس هي بتبقى وجهات فنية، وأنا شايفك إن أنت في لعيبة تانية أصح منك إنها تلعب، دي وجهة نظره. زي مثلا أنا شايف مثلا إن في لعيبة تانية أحسن مني بس موجودة في أندية تانية، بس أنا الحظ إن أنا موجود في النادي الأهلي وهم بره النادي الأهلي، هي بتبقى كده. فأنا شايف إن هو دي وجهة نظره الفنية، إن هو إحنا ما بنلعبش، فكانت الموضوع صعب بالنسبة لي. وأنا رحت كمان حصل لي برضو دروب كده، كان في كنت مصاب من النادي الأهلي هنا، ورايح وأنا مصاب، بس كان برضو حصل برضو جدل، وإن أنا بعمل الكلام ده عشان أمشي من النادي الأهلي، وبضغط على النادي الأهلي إن أنا أمشي وأحترف وبتاع. فلما رحت هناك اتضح إن أنا عندي مشكلة في عضلات بطني السفلية، وعملت عملية هناك، و فده فدي عطلك كمان. عطلني أكتر من مدرب ما هو معطلني أصلا. فده صعب عليك مهمة كمان انك بالظبط كده تقنع المدرب بنفسك بالظبط كده. لانك ما بتشاركش ومش جاهز او بتتعالج من الإصابة. فأنا عشان ماشي بطريقة كويسة برضو، والنادي الأهلي ماشيني بطريقة كويسة، لما طلبت إن هم أو هم كانوا حصل في ان النادي الاهلي كلمني، وكانوا عارفوا ان انا خلاص يعني عايز امشي من سبورتنج، وان انا اروح حته تانية، كنت المفروض اروح تركيا. فالنادي لما عرف فبدانا نتناقش ونتكلم، ورجعت على طول. ده بقى وجهه نظري اللي انا بقولها لحضرتك، اللي هو لما امشي وانا متفاهم مع النادي الاهلي احسن ما امشي غصب عني، غصب عنه، طبعا اللي هو لما احتاجه هلاقيه. فدي العكس، الفكره ده اولاد بالظبط النادي الاهلي ابنائه اللي بيحترموا النادي ويعرفوا النادي الاهلي حق المعرفه وحق قدره،
اعتقد ان دايما بيبقى لهم مكان في ناديهم حتى بعد الاعتزال. دايما النادي بيبقى فاتح لهم مكان وابواب وفرص، لانه حتى لو واحد مش من الجيل اللي خرج من ناشئين من النادي الاهلي، لا مش من اولاد النادي، طالما خد بطولات معاه وانتقل للنادي الاهلي، طالما خد بطولات حب النادي ده حضرتك النادي ما بينساش ده ابدا، وبيشوف دول مستمرين ولهم مكانتهم في النادي. دي حقيقة، وبيديله مقدرته او مديله حجمه في النادي. لا يعني انا شايف ان انا يعني حلمي ان انا احترف تاني ان شاء الله لو في بعد فرصة، ما ترجع بقوه، بس بعد ما ارجع بقوه وبعد ما اثبت نفسي وبعد ما اشارك البطولات للنادي. انت حتى هتخرج وانت واقف على رجلك. طيب هرجع للبطوله.